جدا جدا. احنا مش قادرين نبقى في البرنامج زي ما كنا عادتنا كل يوم كل يوم. اه بنبتدي عندنا امل بس احنا عندنا وجع، وزي ما قلت لكم ان احنا اتعودنا في مصر وتربينا على الاصول دي، احنا عندنا حزن ووجع دلوقتي. ما ينفعش ما نحسش ببعض، ما ينفعش ما نبقاش قلبنا على قلب بعض، ما ينفعش ما نقومش ندور على بلدنا، ما ينفعش ما نلحقهاش، ما ينفعش ما ابصش قدامي، ما ينفعش ما نسمعش، ما تخليهوش يغمي عينيك وعايزك تشوف راي واحد بس طول الوقت، وعايزك تدور على ازمه واحده طول الوقت. مره تانيه وثالثه ورابعه، يعني ربنا يرحم شهدائنا يا رب. وزي ما بقول لكم يعني مش عارفه امتى هنحس. يعني احنا هنختتم سلام الوطني الجمهوري، جمهورية مصر العربية اللي هتظل بإذن الله بإذن الله بإذن الله حرة أبية واقفة وصامدة وقوية.